المشاهدين والمشاهدات، اليوم عندنا حلقة جديدة. المحامية سرى الخفاجي. إسراء الخفاجي؟ لا، سرى مكتوب. أنت محامية؟ نعم. بس أنا يعني أنا آسف وأعتذر من هذا. سرى إسراء الخفاجي باحثة اجتماعية قانونية. قانونية؟ باحثة اجتماعية وقانونية. شنو فرق بين المحامية والقانونية؟ هي المحامية هي قانونية. خريجة يعني شنو أنت؟ قانون. وين قانون؟ وين درستي؟ يعني إنه اسم الجامعة؟ إيه؟ جامعة التراث. كلية التراث الجامعة. ما شايفني؟ وين تشوفني يعني بالجامعة؟ يعني ماكو كلية محامين؟ ها؟ شنو كلية محامين؟ يعني نقابة محامين. نقابة؟ أيوه. واحد ورا ما يتخرج من كلية القانون يدخل يعني انه ينتمي الى نقابة المحامين. اكو بعض من عندهم لا انه يعني مثلا يحصل على وظيفة يعني قانونية انه محامية. لا شنو محامية تقولين لعاد انت؟ هي المحامية قانونية. لا انا ادري القانون يختلف وكل واحد له كليته، يعني المحامي يختلف يعني والقانون يعني المحامي يختلف. انه انت اللي تعرفه منين المحامي متخرج؟ خريج مثلا اعداديه ويدرس محامي خريج اعداديه ويدرس قانون الدفاع. يعني محامي يصير من كليه الدفاع. وين شفته هذا المحامي؟ طيب برنامج قانوني ما جايه مثلا برنامج معلق مو ما جايه برنامج انه دا اعرف عن نفسي يعني شلون؟ أنا كله مو بعينك، على شو صايحين علي؟ كلك مو بعيني؟ إيه؟ لا هو مو موضوع بعيني أو مو بعيني. أنا آسف وأعتذر. هي حلقة قانونية، ما دام حلقة قانونية، أنطي معلومات قانونية، ما أنطي نفسي يعني ما جاي الخطاب أم علي. حلقة يا تراشي. عفواً أنت خريج إعلام؟ باعي. لا لا بس سؤال بس جديات. أي خريج. خريج إعلام؟ وعنده مشاهدين نصف مليون على الانستغرام. ما لي علاقة بالمشاهدين، جماعة المحتوى الهابط كلهم عندهم مشاهدين خير من الله وكلهم أنا الناس معروف. وكل والله ما أعرف أنا حضرتك. معروف كلها تعرفني بس يكتبي غياث الدين. هسه نبدأ بالأسئلة. أوكي. في أي بداية نتعرف عليك وشون عن مدى المشاهد يعرف عنك وشون بديتي بالمحامي وصرتي يعني محامية سالفينا. المشاهد يريد يعرف شلون صرت محامية؟ إيه. يعني هاي المعلومات المطلوبة؟ إيه إيه. لا لا سوري لا بس إنه أكو موضوع التقديم. على مود تصير قدوة. قدوة للفتيات. هي قدوة شلون صرت محامية؟ إيه شلون صرتي؟ أولاً هو طبعاً واحد يبتدي من التخرج. إيه. ثانياً إنه لازم. شنو تخرجتي؟ قانون. قانون. من كلية القانون. بداية الموضوع. متأكدة أنت يعني خريجة قانون؟ ترى ما عندك نهائيا اي علميه بالاسئله يعني ليش؟ انت دا تسال شيش بيش يعني دا احس نفسي مع احتراماتي دا احس نفسي مو عوف انا اسف واعتذر انت مو جو 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 وانا اسف واعتذر انا دا احس نفسي عذرا دا احس نفسي دا احكي ويا يعني بقال او صاحب بسطيه وحطوا قالوا تعال اسال محتوى الهابط وها هي رايي بالمحتوى ايه. الهابط رأيي طبعاً اعتياد يعني ما شجع على هذا الشيء ولا شجع لا شاباتنا ولا شبابنا على هذا الشيء لأنه بالمستقبل دي يسوون فجوة بين العائلة العراقية بين أفرادها بالإضافة إلى إيش بيكون صدمت المراهقين دي يقتدون بيهم ويريدون يقلدوهم والكل دي يتركون شهاداتهم ودراستهم في سبيل أنه يطمحون يصيرون نفس هاي الشخصيات التافهة اللي ما تعرف تحكي. نرجع على المحتوى الهابط شنو رأيك بيه؟ مجاوبتك شنو رايك؟ لا لا اريد ما هو يعني انت دا تقول محتوى هابط أي. يعني اسئله هابطه شلون اقيسن محتوى اسلوب هابط غاد لا علاج شنو؟ علاج؟ ايه يعني شنو علاج؟ ما المحامين يعني هاي الترتيب كلهن شنو ترتيب؟ شفت مثلا احد طلع من مجموعه المحتوى الهابط شفت احد طلع؟ اي من هو طلع؟ واحد اسمه سيوف. سيوف؟ اي هاي معناتها محتوى مو هابط. انا طلعت انا طلعت مو دا اقول يعني دا اقول تسلوبك مال جماعه المحتوى الهابط من اكو اسم صبح واسم بالليل بالليل طلعون عبد ما عندي شيء بريء الله عز وجل براني انت ما تريدين تبريني لعد شلون قاسيه ما برأت. لا لا كم دولار فكيت القضيه يا قضية اللي فكيتها واخذت دولار يعني المحتوى الهابط ما اتوكل اني عن جماعه المحتوى الهابط لانه انا صار لي اكثر من سنه احاربهم والله إيه؟ محتوى الهابط انت لانها مره ربعهم خلنا نهدى هنحكم خلنا نحكي ها
شنو تنصحين الصايم كيف يتعامل مع الجهالة في أيام رمضان؟ ها؟ أنت متأكد أنت مقدم؟ مو موضوع الإسراء؟ شلون؟ مو موضوع الإسراء هذا يعني خاص بالأسرة. أنا هسه راح أحكي عن الصايم شلون يتعامل ويا عائلته؟ إيه. يتعامل بهدوء لأنه الصايم دائماً يكون صايم لله يعني مو لأنه نعم. ما محمد رب العالمين فالجميل أو فالشي هذا واجب عليه أنه الصيام شبيك مصدوم يعني بالإضافة يعني لأنه ماكو أكل مو مثلك العالم عظامة بس تريد تاكل أنا عظام إيه؟ رحم الله والدك على هاي السالفة ليش مو مثلك بس يريدون لا ما له علاقة ما هو أنت تضرب على راسك وأهم شيء الأكل لا ما أهم شيء الأكل هو رب العالمين الصيام رياضة وصحة الإنسان يعني نصيحتك على الصايم جاب الصايم على القانون على المحتوى الهابط يعني ما دافتهم ترى ماكو شيء أنا عندي بؤر ترى مو طبيعي أنت ترى مو طبيعي أنت ليش ترى مو طبيعي أنت والله رحتي اسفين اسفين جدا اسفين على الاسئله هذه الاسئله ما يجبتها ما اعرف ما لها علاقه بالقانون اصلا نعم استاذ الاسئله موجوده عندك تلتزم لا ترى هو مو صاحي هو مو صاحي انت يجوز عندك اعتذر منك شنو تنصحين الحرمه تسوي زوجها عند الصايم تسوي زوجها عند الصايم من صايم اكل شنو تنصحيه ايش انصحها تسوي اكل؟ شايفني منال العالم؟ مو اسراء والطفل؟ اسراء والطفل؟ وين شفت الطفل وياي؟ انت مختصه بهذن الترتيبات بل اسره هذني الترتيبات؟ بل اسره بل اسره انت مختصه بهذن شو تسوي اكل؟ ايه اكو هوايه بيجات مال الشيف على البيجات يعلم شنو تطبخ يعني انت ما تعرفين تسوين اكل فاللي تريد تتعلم لا انت تسالني عن اللي تريد تقدم فاللي تريد تقدم فد اكله لا لا ليش؟ اخاف الزمها ها؟ اخاف الزمها يمه اي اخاف الزمها ما بيها ليش ما تسوين بانيه ايش بيها؟ اي عادي اسويها يلا شلون تطبخيها؟ خلي تطفي الكاميرات بس ثواني طفوا الكاميرات امشي اطلع يلا امشي مرحبا يلا هلا عيوني شلون يلا امشي شنو؟ يلا شنو الموضوع؟ امشي شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ اي شاي انا مقدمة البرنامج بصراحة يلا امشي ماني عرفت من البداية قلت لي انت مقدم اسلوبه مو مال مقدم اطلع برا يلا ترى مو صاحي انت ترى مو صاحي يعني انا قانونية جاي يسألني انت ضيفة امي وحقك علي جاي دا يسألني ايش اطبخ وايش اوص ما ابي ايش انصح الصايمية يلا اطلع يلا 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 شنو يلا يلا انت يلا 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 انت اطلع يلا احد يتدخل ترى كلش طولت خلق وياه. اي مو تخلون واحد بمكاني ما له علاقة. ما تنطقوا على الشباب. لا بس لا مو ما يصير هيجي. هو ما هو من اكو كاميرا واكو تسجيل يعني معناتها اكو حلقة دا تتسجل. يعني ما يصير هذا اسلوب هو اسلوبه كان جدا مستفز واني دا اطول خلق وياه الخاطر انه القناة يعني مو لا اسلوب ولا اسئله مكلب لي بالصايم وزوجته والحرمه شو مستفز روح يلا انزل ليش انزل ليش شو مسوي احسن مقدمه انا ليش ما تسمع كلام نعم استاذ كم مره احنا الضيوف واجب احنا استعانينا بيك في سبيل انه تاخرت اطلع برا فورا ماشي استاذ لا ما هو يعني هو صار له فتره تنمسح حنبدي هسه من صار له فتره دي يسال ودي يتمادى بالاسئله يعني اني خاطر كادر القناه ولانه قناه محنكه ومحترمه بالحلقه لا اني ولا المخرج كنا موجودين مو لهالدرجه حتى لو يعني اني من كان قاعد يعني انا شكيت انه اكو فشي غلط بس مو لهالدرجه التمادي عيب خلينا نعيد الحلقه من جديد وحقك علينا اهدي شوي ريلاكس اوكي شربي مي اذا تردي اهدي عدلي شعرتك من هنا من هنا عدلي شعرك وانا كنت محاميه حلوه حبيبتي انت حبيبي يلا نبدا الحلقه هادئين اوكي تمام اوكي يا اهلا المشاهدين قناه زاكروس الفضائيه لهذا اليوم محور حلقتنا بدون ما اطول عليكم حيتكلم عن المحتويات الهابطه والغير هادفه في المجتمع كثير من الشخصيات اشتهرت في الاونه الاخيره ولكن حنتكلم عليها حاليا حتى نشوف انه هم سبب اشتهارهم شنو
ليش العالم تتكبرهم بالزايد وتنطيهم اعداد ولايكات وارقام على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا ست اسراء. مرحبا ان شاء الله بخير. عرفينا عن نفسك مبدئيا بدايه. المحاميه اسراء الخفاجي، باحثه في حقوق المراه والطفل. يعني وتحديت بصراحه موضوع محتوى الهابط اكثر من مره، بس يعني كان انه الموضوع ما ماخذ انه الحيز الكافي او الاهتمام الكافي. نعم. مثل بالاونه الاخيره، بس الحمد لله انه صارت نتيجه. نعم. قدرنا نوعا ما انه واحد وصل صوته، بلغ، انه سوى خطوه نحو الامام. طيب في حال اذا احدى اللي دخلوا حاليا والقوا القبض عليهم بالسجن، في حال اذا طلبوك تدافعين عنهم، هتوافقين على هذا الشيء؟ لا، من أصحاب المحتوى الهابط؟ لا بصراحة، لأنه أولاً أنا أعتبرهم، يعني عذراً على الكلمة، أعتبرهم ناس جهلة بالقانون وجهلة بالثقافة العامة وعندهم جهل اجتماعي يعني كبير. ما ممكن ندافعين عنهم؟ لا ما ممكن. شنو السبب؟ يعني توجهي غير. عندي يعني سؤال إليك. إحنا كثير يعني كثير من الأشخاص نشوفها بالآونة الأخيرة، إحنا نشجعهم، نعطيهم أعداد، نعطيهم أرقام، فولوورز، لايكات، كومنتات، كل شيء. فهذا الشيء ده يحفز العالم إنه يأخذوهم مثلاً مقدمين بالبرامج، مغنيين، مطربين، كل هاي الامور. شنو رايك بهذا الموضوع؟ طبعاً هم ما عندهم خبره. طبعا هم اي خبره ما عندهم. طبعا هي هاي المشكله الكبيره اللي تعرض لها المجتمع، اللي اكو بعض مثلا القنوات، يعني قنواتها معتمده، ياخذون فلانه، هي فلانه لا هي فاشينيستا ولا هي راقصه ولا هي استعراضيه ولا ولا ولا، مجرد انه محتوى هابط تقدم. نفس قبل قليل شفنا محتوى هابط تتكلم وياك. هو أنا قلت له يعني تصرفات لا أسلوب ولا يعني شوفي. شنو تستهزئين بيا؟ ليش كنت تي علي بالله؟ أريد أفتي. محتوى هابط قلنا عليك. محتوى هابط. محتوى هابط. إيه. طيب ست إسراء، بما إنه غيث هنا واقف، نقدر نقول غيث نموذج للمقدمين اللي ما عندهم لا أسلوب ولا ثقافة ولا أي خبرة بالمجال الإعلامي. إيه جدا. طيب أحب أقول لك إنه أنت كنتي بمقلب. شو مقلب؟ مقلب انه غيث ممثل هذا المحتوى الهابط. مو انا اقول لازم تضحك. شنو هذا اسمك؟ احنا بدنا نوصل هاي الفكره للمشاهدين. عذرينا حقك علي، ولكن احنا نلاحظ اكو كلمات. وانا اعتذر جدا جدا. نفسي يعني بصراحه مو اسراء. اسراء ابن عباس يقول قد ايه عندك كرامه الاعتذار. بعد اعتذرت هذه؟ لا ما هو مو ست إسراء اذا تسمحي لي اريد اقول ان شاء الله. احنا نلاحظ بالاونه الاخيره الكثير من الناس قاموا ما يشوفون الصوره بشكل صح الا بشكل فكاهي. فاحنا نريد نوصل هاي السالفه للمشاهدين حتى يتابعون وبالاخير يشوفون الفكره من هذا الموضوع شنو. فاحنا نحب نوصل هاي الرساله من خلال الضيوف اللي يجون. حبيت الفكره صحيح حلوه انه هيجي فكره نعرض له. عندك مانع؟ اتمنى منك. اي عادي ماكو مشكله. الله بسم الله. شنو رايك بيا؟ ما يعني برايك انا ما صار ممثل. برايك اي صار ممثل. اي ممثل. الله. سؤال، اذا انحكمت بالمحتوى الهابط تدافعين عني؟ لا. انت اريد كلام منك. قول والله. والله مع الاسف. انا ما احب، انا كلش احب الانسان اللي يحافظ على شكله المحترم. عندي اهم من انه يكون فكاهي. يعني انا شكلي مو محترم ست والله. اسلوبك لا نهائيا، سوري، عذرا، لا تزعل. أيوه. اسلوبك كلش شكلي بالله. لا شكلك الله يحفظك ان شاء الله لاهلك ويوفقك. الله يعني هيك يعني العجبن بيا كلهن. لا مو اعجاب، بس انه يعني بعدك شاب مقتبل عمرك، يعني ان شاء الله تتوفق بحياتك. نعم. مو نشكر تواجدك ويانا هنا وشكرا لحسنك الحلقة. أعزائي المشاهدين، راح نختم وياكم الحلقة والله العظيم لا تنعرض. ممكن تعفو الختام لي. الله.